ما تصلي؟ يقول ما اصلي ايش اسوي؟ صلي صلي لماذا لا تصلي؟ يا تارك الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي. الله يصلي احسن لك. الله يسعدكم. صلي في عبارة حلوة يقول لك صلي قبل أن يصلى عليك. يا الله. لا صلي قبل ألا يصلي عليك أصلا. اللي ما يصلي بعد يصلي عليه أصلا. أي والله. ولا يقبر في مقابر المسلمين. الله يسعدكم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول لك أعظم جرم يعترفون به أهل الكفر وهم في النار أنهم كانوا لا يصلون. يا الله. نعم أول جرم. وأيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر. إيش يقولون؟ قالوا لم نكن من المصلين.